testing. هل في آلية معينة يفصل نفسه ما بين كل مكان والآخر؟ وهل في حاجة اسمها الممثل الشامل؟ في مدرستين في التمثيل، في مدرسة التلبس اللي أنا ألبس الشخصية وأعيش فيها حياتي كلها، يصير طول العمل وأنا أعيش فيها، يعني أروح للبيت بنفس الشخصية، أروح لأهلي بنفس الشخصية، هذا موجود. في ناس تقول لك مثل ما تفضل أستاذ عبد الإله، أنا ما عندي شغف الكاميرا، أنا أحب المسرح. أنا إنسان لا ترضيني الكاميرا، أنا ما أبغى أطلع بورق أحفظه وأقدم شخصية لا تعنيني، لا أنا أبغى مسرح أفجر طاقة معينة، أقول شيء معين. تابعوا هذه الجلسة الحوارية على MBC Academy.